ونروح لجولة وزيرة الصحة، لأن النهاردة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تفقدت الأعمال الإنشائية والتجهيزات في وحدة صحة بور فؤاد 2. وخلال الجولة وزيرة الصحة وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المواعيد المحددة، وطبعا بتتكلم على 30 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. أعربت كمان وزيرة الصحة عن استيائها من بطء الأعمال الإنشائية للمستشفى، وأكدت كمان الوزيرة إنه تم تذليل كل العقبات قدام إنجاز الأعمال دي ووفقا للأكواد العالمية علشان بناء المستشفيات. وزيرة الصحة طلبت كمان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنه يعمل اجتماع مع المسؤولين عن تنفيذ الأعمال الإنشائية علشان يتابع سرعة إنشاء هذه المستشفيات. طب نتابع جزء من تصريحات وزيرة الصحة أثناء زيارتها النهاردة لبورسعيد. حريصين ان احنا نكون متواجدين بشكل دوري في بورسعيد علشان مشروعات الانشاءات بالذات، وبنتواصل بشكل دائم مع معالي المحافظ، وفي فرق بتيجي من وزاره الصحه للمتابعه سواء كان علشان البنيه التحتيه او التجهيزات او القوى البشريه. النهارده كنا بنشوف اكثر مستشفيات، وطبعا عدينا على وحده بور فؤاد علشان نطمن على نسب الانجاز والاعمال. الحمد لله كله ماشي كويس جدا، شوية تحديات في مستشفى بور فؤاد، واحنا هنقعد مع الشركة المنفذة ان شاء الله بكرة. احنا قعدنا معهم كذا مرة، والنهاردة برضو لنا ملاحظات في الانتهاء من جدول الاعمال. بالنسبة للتأمين الصحي ده كان حلم سيادة الرئيس بيحاول الشعب المصري كله. التأمين الصحي مش موضوع ان هو ادوات واجهزة ومباني، لا، التأمين الصحي عبارة عن الصف زي ما قالت معالي الوزيرة، الصف تمريض، الصف اطباء اللي بتأهله حاليا في الخارج دلوقتي. احنا دلوقتي في مصر دلوقتي بنعيش حلم كنا نفسنا يتحقق من 50 سنة. انا بحمد ربنا ان انا ربنا اعطاني عمر ان انا عشت وشفت التامين الصحي بيطبق عليا وعلى اولادي وعلى احفادي وعلى الشعب المصري كله.